منذ آلاف السنين، وفي وقت كانت مصر أهم وأقوى بلاد العالم ومطمعاً للعديد من الغزاة، كانت المرأة لها دور كبير في حماية البلاد والتصدي بكافة الأشكال لهؤلاء الغزاة، بل وتركت آثاراً خالدة بقيت شاهدة على تلك الفترة التي حكمت فيها المرأة في مصر القديمة، وأصبحت تتوج كملكة لمصر القديمة ليكون من ضمنها أقوى الملكات التي حكمت مصر وازدهرت في فترة حكمهن البلاد. وهناك تاريخ وحضارة عريقة شاهدان على ذلك منذ أبد الآبدين وحتى الآن. لمتابعة قصص أشهر ملكات الفراعنة ابقوا معنا حتى النهاية، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. كانت أولى الملكات التي حكمت مصر هي الملكة ماريت نت، والتي تعد أول ملكة تحكم في تاريخ العالم، ويعتبرها علماء الآثار مفتاحاً لحكم الفراعنة لمصر في عهد الأسرات، حيث تنتمي إلى الأسرة الأولى، لكن اختلفت الآراء فيما إذا كانت هي التي قد حكمت البلاد أو أنها كانت زوجة للملك جيت لا غير. ويقترن اسم ماريت نت بالآلهة المصرية القديمة نيث خلال الأسرة الأولى، حيث كانت مركز عبادتها في سايبس صان الحجر حالياً، ومعنى اسمها محبوبة نيث، ونيث راضية، ونيث القوية، وأم الملك الذي يظهر على العديد من الأخدام الملكية للملك دين، وربما يعني ذلك أنه كان ابنها. الملكة خنت كاوس. تعتبر الملكة خنت كاوس أول ملكة كتبت على باب معبدها الهرمي في هضبة الجيزة، وذلك شمال طريق المعبد الجنائزي لمنقرع، ملك الوجهين البحري والقبلي والأم الملكية وبنت الإله، كما كانت خنت ملكة مصر القديمة في عهد الأسرة الرابعة، كما لعبت دوراً هاماً في تعاقب الأسرتين الرابعة والخامسة. يرى علماء الآثار أن خنت كاوس كانت الوريثة الشرعية للعرش، ومن ثم فقد نقلت هذه الشرعية إلى الأسرة الخامسة، كما يعتقد أيضاً أنها كانت زوجة رجل ليس من الدم الملكي الخالص، وبموت هذا الزوج كان ابنها لا يزال حديث الولادة، فتولت حكم البلاد باعتبارها وصية عليه. الملكة حتوبحس. تتميز بأنها من أصل ملكي فرعوني، فهي ابنة الملك حوني وزوجة الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة، وأم الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر من مجموعات أهرامات الجيزة. لم تحكم أو تشارك في الحكم، وكانت السيدة الأولى في القصر الملكي. الملكة نيت إقرت. نيت إقرت كانت الملكة الأخيرة في الأسرة السادسة في مصر القديمة، وقيل إنها قد تكون ملكة واصية على العرش، وهذا إذا ما كانت شخصية تاريخية من الأساس، أو أنها قد تكون شقيقة الملك ميرن راع الثاني وابنة الملك بيبي الثاني والملكة نيت. ورثت نيت إقرت العرش بعد مقتل أخيها على يد رعاياه الذين نصبوها على العرش، ولما تولت العرش ظلت تدبر الخطط للانتقام لمقتله، فتفتق ذهنها على خطة ماكرة انتهت بقتل أعداد غفيرة من المصريين. وانتهزت نيت إقرت مناسبة إنشاء مبنى كبير تحت الأرض، فدعت إلى مأدبة احتفال بالحدث، وكان ضيوفها ممن قتلوا أخيها، ولما جلسوا هؤلاء إلى المائدة وانشغلوا بالطعام أعطت للخدم الإشارة، ففتحوا بوابة تدفقت منها مياه النهر فغمرت المكان، فأخذ الضيوف بالمفاجأة وماتوا غرقا. ولتجنب انتقام أهالي الضحايا أقدمت على الانتحار، حيث ألقت بنفسها في حجرة مليئة بالرماد. الملكة سوبك نفرو. حكمت سوبك نفرو مصر قرابة 4 سنوات من عام 1806 حتى عام 1802 قبل الميلاد، وذلك بصفتها ملكة بعد وفاة أخيها أمن محات الرابع، وهي آخر ملوك الأسرة الثانية عشر وابنة الملك أمن محات الثالث. كانت أول ملكة في التاريخ الفرعوني تحصل على الألقاب الملكية الخمسة، وشهد عصرها استقراراً كبيراً ورخاءً في الدولة الفرعونية، وبانتهاء حكمها انتهت الأسرة الثانية عشر.
تعد الملكة نيفروسوبيك صاحبة الألقاب الملكية الخمسة والملقبة بسيدة كل النساء، واحدة من الملكات التي حكمن مصر القديمة وأدهشت شعوب العالم في العصر الحديث، وخاصة بلدان أوروبا التي أتيح لعلمائها وأثريها معرفة الكثير عن تاريخ مصر القديمة وأسرارها عبر ما قاموا به من أعمال حفر وتنقيب عن آثار ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة. وهي قد حكمت مصر منفردة لعدة سنوات وتمتعت فترة حكمها بالاستقرار، ويعتقد كثير من المتخصصين أنها صاحبة الهرم غير المكتمل والمشيد من الطوب اللبن في شمال قرية مزغونة بمنطقة دهشور الأثرية جنوبي محافظة الجيزة، وتمكنت من أن يكون لها دور في الحكم كما استطاعت الوصول إلى سدة الحكم فتوجت كملكة حاكمة. فالملكة نيفروسوبك التي تنطق أيضا سوبك نيفرو كانت إحدى الملكات التي حكمن مصر القديمة بعد أن خلفت شقيقها وزوجها الملك أمنمحات الرابع في الحكم، وأتيحت لها فرصة الاستقلال بالسلطة بلا شريك أو منافس. وبنهاية حكم نيفروسوبك انتهى حكم الأسرة الثانية عشرة، ومعها انطوت صفحة من صفحات التاريخ المصري القديم. ويذكر أن مصر القديمة عرفت عدة ملكات فرعونيات حكمن مصر بما يعرف بالحق الخاص، مستقلات عن أزواجهن، وكانت بعض الملكات من عامة الشعب وأخريات من نساء الفرعون، لكن بعضهن حملن ألقابا ملكية لقيامهم بحكم مصر القديمة، وبعضهن اكتفين بمشاركة أزواجهن واعتنين بإدارة شؤون قصر الملك وحريمه، وتولت بعضهن سلطات في إدارة شؤون الدولة. وتوفيت سوبك نيفرو دون وريث، وبنهاية حكمها انتهت الأسرة الثانية عشر العظيمة والعصر الذهبي لفترة الدولة الوسطى، كما وجد القليل من الآثار لها، بالرغم من أن العديد من التماثيل عديمة الرأس تم حفظها، ومن ضمنها قاعدة تمثال ابنة ملك تم اكتشافه في تل الجزر ويحمل اسمها، كما أن هناك تمثال سوبك نيفرو واحد له رأس معروف، وتمثال نصفي في المتحف المصري في برلين، وتم فقده في الحرب العالمية الثانية وقد ثبت أنه يعود لها. كما وجد ختم أسطواني الشكل في حالة جيدة عليه اسمها ولقبها الملكي، وهو موجود الآن في المتحف البريطاني. كما أن هناك رسم للنيل في الحصن النوبي بمنطقة كوما يسجل ارتفاع النيل إلى 1.8 متر في السنة الثالثة لحكمها، وهناك وصف آخر تم اكتشافه في الصحراء الشرقية يسجل السنة الرابعة الشهر الثاني من موسم الشتاء. الآثار الباقية عنها تربطها دوماً بإمنمحات الثالث وليس الرابع، مما يؤيد نظرية أنها ابنة إمنمحات الثالث، وربما كانت فقط أختاً غير شقيقة لإمنمحات الرابع. ويعتقد علماء الآثار أنه تم اكتشاف عدد قليل من آثارها، من بينها ثلاثة تماثيل نصفية مفقودة الرأس أهمها في متحف اللوفر في باريس. وأرجع سبب ظهور تماثيلها وهي مكسورة الأنف إلى تعرضها لاعتداءات للاعتراض على حكم المرأة في الحقب التاريخية التالية أو لمحو تاريخها وإيذائها ومنع عودة الروح إليها مجددا، وذلك وفق معتقداتهم الدينية القديمة. وتظهرها تماثيلها بملامح وملابس أنثوية في أوضاع الملوك، فنراها تطأ بقدميها أعداء مصر التقليديين مقلدة ملوك مصر منذ الملك مينا في المظهر والزي والفعل كي يتم قبولها في أعين الشعب ولدى الآلهة. واهتمت الملكة بهرم أبيها إمنمحات الثالث ومجموعته الجنائزية الخاصة في منطقة هوارة في الفيوم، وقامت بالعديد من الإضافات إليها، وارتبطت أعمالها الأثرية والمعمارية بوالدها، وكشف عن بعض القطع الأثرية التي تحمل اسمها بالقرب من هرم أبيها. ورغم أنه لا يعرف مكان مقبرتها حتى الآن، فإنه ربما قد تكون دفنت في هرم مزغونة الشمالي في الجيزة. بالطبع هناك العديد من الملكات، ولكن كان الاسم رمزي، حيث لم تشاركنا في الحكم، بل كنا فقط السيدة الأولى للدولة. ولكن هناك عدد من الملكات التي خلدنا أسماءهن في التاريخ وعلى جدران المعابد المصرية القديمة، ولهن مقابر ملكية فخمة مليئة بالآثار التي أبهرت العالم. ومن أشهر ملكات مصر القديمة الملكة حتشبسوت. حتشبسوت أو غنمة آمون حتشبسوت
هي إحدى الملكات المصريات القديمات، تم تصنيفها في المرتبة الخامسة من سلسلة ملوك الأسرة الثامنة عشر، ويعتبرها المصريون أحد رموز الفراعنة الناجحين، إذ حكمت مصر بعد وفاة زوجها الملك تحتمس الثامن، واشتهرت بأعمالها الخيرية المختلفة، ويوجد الآن تمثال منقوش عليه وجهها ويقع في متحف متروبوليتان. ولدت الملكة حتشبسوت في سنة 1508 قبل الميلاد، وهي أكبر أبناء الملك تحتمس الأول والملكة أحمس، ويعتبر جدها هو صاحب انتصار تحرير مصر من الهكسوس، كما أنه مؤسس الأسرة الثامنة عشر الفرعونية. وكانت الملكة حتشبسوت هي الوريثة الوحيدة لمصر، إذ لم يكن لديها وريث من الذكور، لكن كان لها أخ غير شقيق من أبيها وهو تحتمس الثاني. تعلمت الملكة حتشبسوت الكثير من العلوم مثل الحساب والفلسفة والإنشاء وقواعد اللغة والطقوس الدينية، بالإضافة إلى الأخلاق والسلوك الصحيحة، وكان يجب عليها أن تنقل وتعلم الحكم عن الحكماء المصريين، ولكنها كانت تخاف من معلمها الذي يدرسها الدروس نظراً لأسلوبه العنيف مع تلاميذه، فكان يعامل الجميع بالتساوي ودون تفرقة، لذلك فإنها لم تطلب أي امتيازات خاصة أثناء دراستها. تزوجت الملكة حتشبسوت من تحتمس الثاني وهو أخوها غير الشقيق، وأنجبت منه ابناً وتوفي في طفولته، وابنتين وهما نفرورع وميرترع حتشبسوت، وأنجب زوجها من أحد جاريات القصر ابناً وسماه تحتمس الثالث. لم يكن طريق حتشبسوت سهلاً للوصول إلى الحكم، فقد واجهت العديد من المشاكل والاضطرابات بسبب نظرة المجتمع الذكورية، وبدأت تسليم الحكم وهي في عمر 20 عند وفاة أبيها تحتمس الأول، فقد كانت قديماً شريكة أبيها في حكم البلاد، وقد أرغمها أهل البلاد على الزواج من أخيها غير الشقيق تحتمس الثاني، وذلك حتى يستطيع مشاركتها في الحكم رغم خبرته القليلة في الإدارة والتنظيم. أصبحت حتشبسوت هي المديرة الأساسية لشؤون البلاد والتي تعطي الأوامر والتعليمات، وبعد فترة قصيرة توفي زوجها وأصبح تحتمس الثالث هو من يشاركها في الحكم. تعتبر فترة حكم الملكة حتشبسوت هي إحدى الفترات التي اتسمت بالرفاهية وقوة الجيش، إذ قامت بالعديد من الأعمال الخيرية، ومنها إعادة استعمال القنوات المائية التي تربط ما بين دلتا البحر الأحمر والنيل، بناء العديد من المنشآت في معبد الكرنك، كما أنشأت معبداً لها في الدير البحري الواقع في الأقصر، إنشاء السفن الكبرى واستغلالها في نقل المسلات الداخلية لتمجيد الإله آمون، زيادة الطلب على المواد الترفيهية المتنوعة مثل العطور والتوابل والنباتات والجلود والأشجار الاستوائية، إرسال أسطول ضخم للمحيط الأطلسي وذلك لاستيراد السمك النادر، تصدير الهدايا والكتان والبرادي إلى الصومال وجنوب اليمن، بناء مسلتين كبيرتين مكونة من الجرانيت تمجيداً للإله آمون. وإلى جانب كافة هذه الإنجازات، كان الإنجاز الأكبر بل وأعظمها جميعاً، كانت أول امرأة فرعونية في مصر تتمتع بالسلطات الكاملة خلال الأسرة الثامنة عشر، عندما كانت هناك معارضة كبيرة ضد القيادة النسائية، كما قامت بإنشاء مشاريع طموحة خاصة في غرب طيبة تجاوزت مشاريع أسلافها، وكانت أكثر المباني إثارة للإعجاب هو المعبد التذكاري في الدير البحري، وشجعت التجارة الخارجية التي جلبت ثراءً لمصر بما في ذلك العاج والذهب وجلود النمر وخشب الأبنوس، كما بدأت حتشبسوت التجارة مع دولة مجاورة تسمى بونت وفقاً لعلماء الآثار، ويعتقد أنه لا يوجد حاكم مصري كان أكثر نجاحاً في بونت من حتشبسوت، لقد سعت جاهدة لكسب طاعة المسؤولين وثقتهم وولائهم، وذلك من أجل إبعاد أعدائها بعد وفاتها. وقد حاول خليفتها تحتمس الثالث حذف أي إشارة إلى حتشبسوت بقصد الحصول على الفضل في إنجازاتها، فقام بمحو صورها في المعابد والأثار، مما جعل من الصعب على علماء الأثار التعرف على حياتها. الملكة نفرتيتي يعني اسمها الجميلة إتت زوجة إخناتون، وهم من الأسرة الثامنة عشر، حيث كانت نفرتيتي أقوى نساء مصر القديمة. ولدت في مدينة طيبة في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، أي في عام 1370 قبل الميلاد، ونشأت في بلدة أخميم،
والدها خير خيرو راع آي، ولها أخ اسمه موت وأخت اسمها نجمت. وكان والدها قائد الجيش وأحد مستشاري الفرعون، ثم أصبح بدوره فرعونا بعد وفاة توت عنخ آمون، وذلك في عام 1323 قبل الميلاد. مرضعتها هي زوجة الوزير آي الذي يعتقد أنه أخ الملكة تي. ويقول مؤرخون آخرون أن نيفرتيتي كانت أميرة تنحدر من مملكة ميتاني في سوريا. استطاعت نيفرتيتي أن تفرض نفسها على البلاط الملكي بقوة في فترة لم تكن فيها والدة الملك إمنحتب ترحب بزواج ابنها من خارج الأسرة الملكية، حيث كانت البلاد تعاني من الأزمات. وأصبحت نيفرتيتي زوجة إمنحتب المفضلة، وتربع على عرش طيبة بعد زواجه منها، واستبدل الإله آمون بالإله آتون في سنة حكمه الخامسة، كما غير اسمه من إمنحتب إلى إخناتون. وعندها أضافت نيفرتيتي إلى اسمها القديم الاسم نفر نفر آتون، فأصبح معناه جميلة هي محاسن آتون الجميلة إتت. تمثالها الجميل لا يتعدى كونه فقط تمثالاً، فالتصوير بالأشعة تبين أنه تحت السطح الجبسي يوجد نحت من الحجر أكثر واقعية لامرأة مجعدة الخدين يشوه أنفها نتوء واضح. تزوجت نيفرتيتي من إخناتون قبل أن يتولى العرش، وكان عمرها 15 عاماً، وأنجبت له 6 بنات. وبعد إلحاح من والدته الملكة تي، وبسبب غيرتها من حب واهتمام إخناتون لنيفرتيتي، اضطر إخناتون أن يتخذ زوجات أخريات إلى جانبها، ومنهن أخته الذي أنجبت له الفرعون توت عنخ آمون. وفي الفترة الأولى من زواج إخناتون بنيفرتيتي، تغيرت التقاليد الفنية بصورة جذرية مع انقلاب إخناتون الديني، فهجرت صور الفراعين المثالية لصالح تماثيل أكثر واقعية، حتى إن إخناتون كان يصور أحياناً بوركين أنثويين وملامح وجه مبالغ فيها. أما صورة نيفرتيتي المبكرة فقد كانت تظهر شابة نمطية، إلا أنها أظهرت في هيئة شبيهة بهيئة إخناتون لاحقاً، قبل أن تصور أخيراً في هيئة جليلة لكن واقعية. تفوقت نيفرتيتي على باقي ملكات مصر بعدد صورها المنقوشة بجانب صور زوجها على جدران المقابر والمعابد، وكثيراً ما صورت في مواقع القوة والسلطة كالنقوش التي تجعلها تترأس عبادة آتون، أو تقود عربة حربية، أو تسحق بنفسها أحد الأعداء. نيفرتيتي كانت واحدة من أكثر النساء غموضاً في مصر الفرعونية، وكانت امرأة قوية تعيش في مصر القديمة. ونيفرتيتي ملكة حكمت مصر جنباً إلى جنب مع الفرعون إخناتون زوجها، وقد حكمت الدولة الحديثة لمصر القديمة مع زوجها إخناتون أو إمنحتب، وكان يشوب حكمها فترة من الاضطرابات الدينية والثقافية والاشتباك مع رجال الدين، حيث كانت هي وزوجها يدعوان إلى عبادة إله الشمس آتون، مما سبب غضب الكثير من معابد الآلهة آمون وأوزوريس، وكانت محبوبة من قبل شعبها. بعد فترة من الزمن توفيت إحدى بنات نيفرتيتي وهي ميكيت آتون، وحزنت عليها حزناً شديداً، وبعد ذلك انقرض ذكر الملكة من الحقبة التاريخية تلك. ويقال أنها توفيت حزناً على ابنتها، وبعد وفاة أو اختفاء هذه الملكة، حيث لم يتم تحديد موعد معين لوفاتها. وقد تم التشهير بها ومحو كل التاريخ المتعلق بها من قبل رجال الدين في المعابد والمتعاطفين معهم من سياسي مصر القديمة، لأنهم كانوا على عداء معها ومع زوجها إمنحتب في طريقة عبادة الآلهة. تختفي نيفرتيتي من السجلات التاريخية نحو السنة 12 من حكم إخناتون الذي دام 17 عاماً. ربما تكون قد توفيت في تلك الفترة، وربما تكون قد أصبحت شريكة رسمية لزوجها في الحكم تحت اسمها الجديد نفر نفر آتون. ثم خلف الفرعون سمنخ كارع إخناتون، ويقترح بعض المؤرخين أن يكون سمنخ كارع اسماً آخر لنيفرتيتي، ولن تكون تلك المرة الوحيدة في التاريخ الفرعوني التي تحكم فيها امرأة المملكة متخفية في هيئة رجل، إذ فعلت ذلك حتشبسوت في القرن 15 قبل الميلاد، حتى إنها ارتدت لحية شعائرية مزيفة.
إن كانت نفرتيتي قد احتفظت بالسلطة في أثناء حكم زوجها وبعده، فمن الممكن أن تكون هي من بدأت تغيير سياسات إخناتون الدينية، التغيير الذي أثمر العودة إلى الدين القديم في عهد توت عنخ آمون، إذ نجد أن نفرؤآتون وظفت في وقت ما كاتبة لتقديم القرابين إلى آمون، تطلب منه العودة لنشر نوره وتبديد الظلمة من المملكة. قاد عالم الآثار الألماني لودفيغ بورتشارد حملة استكشافية أثرية عملت في موقع ورشة النحات الملكي تحتمس بالعمارنة، وقد عثر في 6 ديسمبر عام 1913 على تمثال مرمي تحت أرضية الورشة ومدفون تحت ركام من الرمال. أظهر التمثال الملون رقبة ممشوقة ووجها متناسق القسمات جليل الملامح وغطاء رأس أسطواني أزرق يميز صور نفرتيتي دون غيرها. وكان فريق بورتشارد قد اتفق مع الحكومة المصرية على تقاسم القطع الأثرية، وكان نصيب التمثال النصفي الشحن إلى ألمانيا. لم تنشر إلا صورة واحدة للتمثال في مجلة للآثار قبل أن يسلم إلى ممول الحملة جاك سيمون ليعرضه في مسكنه الخاص مدة 11 عاماً. اكتشف عالم المصريات البريطاني هوارد كارتر عام 1922 مقبرة توت عنخ آمون، فأثار ضجة في العالم كله، وأضحت صورة قناع توت عنخ آمون الجنائزي المصنوع من الذهب الخالص رمزا للجمال والثروة والسلطة. وبعد سنة واحدة عرض تمثال نفرتيتي النصفي على الجمهور في برلين ليجابه توت عنخ آمون بقطعة للجمال الفتان القديم. بقي تمثال الملكة نفرتيتي النصفي في يد ألمانيا خلال اضطرابات القرن العشرين، وقد بجله هتلر الذي قال لن أتنازل أبداً عن رأس الملكة، وأخفى التمثال في منجم ملح حماية له من قنابل الحلفاء، ثم رغبت به ألمانيا الشرقية بشدة طوال الحرب الباردة. أما اليوم فالتمثال معروض في متحف برلين الجديد يزوره 500,000 زائر سنوياً. تفوقت نفرتيتي على ملكات مصر في قوتها وسلطتها، حيث توجد لها العديد من الصور إلى جانب صور زوجها على جدران المعابد والمقابر. صورت في مواقع القوة والسلطة كالنقوش التي تجعلها تترأس عبادة آتون أو تقود عربة حربية أو تضرب الأعداء. كان لنفرتيتي دور واضح في عبادة إله الشمس آتون، فجميع الأساطير تقول إن الإله متجسد في الشمس، فكانت نفرتيتي وإخناتون هما الكهنة ومن خلالهما يستطيع الناس الوصول إلى الإله، حيث انتقل الزوجان إلى منطقة العمارنة ليكونا أقرب إلى الشمس، وساد الاعتقاد بأن نفرتيتي هي نفسها فرعون حاكم. صورت العديد من النقوش نفرتيتي في موقع السلطة وهزيمة العدو في المعركة، وقيادة طقوس العبادة للإله آتون، وقيادة العربات الحربية، كما ظهرت في العديد من النقوش ترتدي تاجاً فرعونياً. كل ما تبقى من آثار تدل على نفرتيتي هو الرسوم والنظريات والقطع الأثرية القديمة مثل التمثال النصفي المصنوع من الحجر الجيري والمعروض في متحف برلين. الملكة أحمس نفرتاري عميدة الأسرة 18 والتي ألهها المصريون القدماء حسب معتقداتهم. كانت أحمس نفرتاري زوجة الملك أحمس الأول محرر مصر وطارد الهكسوس والآسيويين ومؤسس الأسرة 18 أعظم الأسر الحاكمة في مصر. حكم من عام 1550 قبل الميلاد وحتى عام 1525 قبل الميلاد. وقد لعبت زوجته أحمس نفرتاري دوراً بارزاً في المعركة التي انتهت بطرد الغزاة من مصر، وكانت أول امرأة في التاريخ تتقلد منصب قيادة فرقة عسكرية كاملة وقاتلت بكفاءة شديدة. تعد الملكة أحمس نفرتاري أول ملكات الأسرة 18 والدولة الحديثة الفترة الذهبية الثالثة من تاريخ مصر القديمة، وكانت ابنة الملك سقننرع تاعة الثاني وزوجته إياحطب الأولى. أنجبت 4 أولاد وخمس بنات، مات 5 منهم صغاراً، وبعد وفاة أحمس الأول قامت بالوصاية على ابنها الصغير الملك أمنحتب الأول. وعند وفاة زوجته الملكة ميرت آمون قامت الملكة الأم بدور الزوجة الكبرى له كي تدعم ابنها الذي مات دون وريث للعرش، ولعبت دوراً مهماً في اختيار خليفة لابنها الملك تحتمس الأول الذي ماتت في عهده.
أهم ما نتج عن هذا الزواج المبارك هو إنجاب ابنتين هما نفروبيتي وحتشبسوت التي طبقت شهرتها الآفاق في جميع أنحاء العالم، وتبقى الملكة أحمس في خلفية الأحداث أثناء فترة حكم زوجها الملك تحتمس الأول، غير أنها تقفز إلى مقدمة الأحداث في عهد ابنتها الملكة حتشبسوت. وقامت الملكة حتشبسوت باختلاق تلك الدعاية السياسية أو ما يعرف لدينا بقصة الولادة الإلهية وتوثيقها على جدران معبد الدير البحري، وذلك لكي تكتسب شرعيتها في حكم البلاد لصفتها امرأة بها نوع من القداسة، وتريد تدعيم حكمها في أعين الشعب من خلال الادعاء بأنها من نسل الآلهة. استمرت هذه الملكة على سدة الحكم حتى اشتد ساعد ابنها أمنحتب الأول، وأصبح قادراً على إدارة البلاد بمفرده لتسلمه الحكم، وتعيش باقي أيامها تشاهد انتصاراته وتقدم له النصح والعون بشكل دائم. ولقد توفي ابنها في حياتها وشهدت بداية عصر حفيدها تحتمس الأول. وبعد وفاة الملكة أحمس نفرتاري تم تقديسها مع ابنها الملك أمنحتب الأول باعتبارهما إلهين حاميين لجبانة طيبة، ودفنت في منطقة دراع أبو النجا في البر الغربي للأقصر، وعثر على مومياء الملكة في تابوت كبير مع مومياء الملك رمسيس الثالث في خبيئة الدير البحري. ومن خلال فحص موميائها تبين لنا أنها ماتت في حوالي 70 من عمرها، وأن يدها اليمنى سرقها اللصوص القدماء للحصول على حليها. الملكة نفرتاري كانت كبيرة الزوجات الملكيات أو الزوجة الرئيسية لرمسيس العظيم. نفرتاري تعني المصاحبة الجميلة، ويترجم الاسم بمعاني مختلفة، المحبوبة التي لا مثيل لها، أو جميلة جميلات الدنيا، أو أنها تشبه النجمة تلك التي تظهر عند مطلع عام جديد. نفرتاري هي واحدة من أكثر الملكات المصريات شهرة ككليوباترا أو نفرتيتي أو حتشبسوت. كانت نفرتاري أشهر وأهم زوجات الملك رمسيس الثاني الذي عاش في عصر الأسرة 19 في القرن 13 قبل الميلاد، ومن ضمن زوجاته الأخريات است نفرت ومات نفرورع، وهي أميرة حيثية وقد بلغ عدد أبنائه نحو 90 ابنة وابن. أولاده كان منهم ستناخت والملك مرنبتاح الذي خلفه والأمير خعواست. وقد أنجبت نفرتاري كثيراً من الأولاد لرمسيس، لكن لم يعمر أحد منهم مثل أبيه. قدست نفرتاري مثل زوجها، ولم تكن أول من حمل هذا التفضيل، فلقد سبقتها الملكة أحمس نفرتاري، على الرغم من أن عائلة نفرتاري غير معروفة، إلا أنه تم اكتشاف خرطوش منقوش عليه اسم الفرعون آي في مقبرتها، فيعتقد أنها كانت على صلة قرابة به، فقد تكون حفيدته. ومع ذلك لا يوجد دليل قاطع يربط نفرتاري بالعائلة المالكة في الأسرة 18. تزوجت نفرتاري من رمسيس الثاني قبل أن يتولى العرش، حيث لنفرتاري 4 أبناء وبنتان على الأقل. وكان آمون حور خبشف الأكبر ولياً للعهد وقائداً للقوات. تم ترقية الأمير ميري أتوم إلى منصب رئيس كهنة رع بمصر الجديدة، وتشير النقوش إلى أنه ابن نفرتاري الأمير ميري رع هو الابن الرابع المذكور على واجهة المعبد الصغير في أبي سنبل، ويعتقد أنه ابن آخر لنفرتاري. ميريت آمون وحنوت تاوي هما ابنتان ملكيتان تم تصويرهما على واجهة المعبد الصغير في أبي سنبل، ويعتقد أنهما بنات نفرتاري. فالأميرات التي يدعين بأكتمات ونفرتاري ونبت تاوي يعتقد أنهن بنات أخريات لنفرتاري بناء على وجودهن في أبي سنبل، ولكن لا يوجد دليل ملموس على هذه العلاقة العائلية المفترضة. كان معبد أبو سنبل من الآثار التي توثق الحقبة التي تواجدت فيها نفرتاري، وهو موقع أثري يوجد ببطن الجبل في بلاد النوبة جنوبي مدينة أسوان، ويتكون من معبدين كبيرين نحتا في الصخر، وقد بناه الملك رمسيس الثاني عام 1250 قبل الميلاد. وواجهة المعبد تتكون من 4 تماثيل كبيرة تمثل الملك بارتفاع 20 متر وباب يفضي إلى حجرات طولها حوالي 60 متر. وتوجد 6 تماثيل في مدخل المعبد الآخر، 4 منها لرمسيس الثاني و2 لزوجته نفرتاري. ويقع معبد نفرتاري إلى الشمال من معبد أبو سنبل الكبير بحوالي 120 متر.
وقد اكتشفت مقبرة نيفرتاري عام 1904 ميلادية، ولم تفتح للجمهور منذ اكتشافها إلا في أوائل عقد التسعينيات من القرن الماضي، وذلك لحدوث بعض التلف في النقوش والزخارف بسبب ترسب الأملاح. وتزخر المقبرة بالنقوش والرسوم الجدارية الحية، وهناك لوحة حائطية تصور الملكة وهي تلعب لعبة شبيهة بالشطرنج. ولم يحدث أن بنى فرعون من قبل معبداً لزوجته غير رمسيس الثاني، حيث يعد معبدها المجاور لمعبد زوجها في أبي سنبل من معجزات فن العمارة في مصر القديمة، وقد نحت بالكامل في صخر جبل أبو سنبل. وبعد مرور 24 عام من بناء المعبد للملكة نيفرتاري، يختفي اسمها من الأحداث التاريخية بما يؤكد وفاتها، لتظل نيفرتاري نموذجاً للجمال والذكاء، فقد كانت تعرف قدرها ومسؤوليتها تجاه زوجها وبلدها مصر. الملكة كليوباترا آخر ملكات الفراعنة. في عام 69 قبل الميلاد وعلى أرض مصر مهد الحضارات، ولدت إحدى أعظم الملكات التي عرفها التاريخ، كليوباترا ابنة بطليموس الثاني عشر، إلى جانب شقيقها بطليموس الثالث عشر وبطليموس الرابع عشر. وفي عمر 18 عاماً حكمت كليوباترا مصر، وعرف عنها جمالها وحنكتها ودهاؤها، فهي ملكة المملكة البطلمية في مصر من عام 51 وحتى عام 30 قبل الميلاد وآخر ملوكها. تنتمي كليوباترا إلى سلالة البطالمة، وتعود في نسبها إلى مؤسسها بطليموس الأول، وهو جنرال يوناني مقدوني ورفيق للإسكندر الأكبر. وبعد وفاة كليوباترا أصبحت مصر مقاطعة تابعة للإمبراطورية الرومانية. كان هذا الحدث بمثابة نهاية آخر دولة في العصر الهلنستي في البحر الأبيض المتوسط، والعصر الذي استمر منذ عهد الإسكندر الأكبر من عام 336 وحتى عام 323 قبل الميلاد. والجدير بالذكر أن لغة كليوباترا الأساسية كانت اليونانية العامية المختلطة، وهي الحاكمة البطلمية الوحيدة المعروفة التي تعلمت اللغة المصرية. يعتقد أن كليوباترا رافقت والدها بطليموس الثاني عشر أثناء لفيه إلى روما في عام 58 قبل الميلاد، بعد حدوث ثورة في مصر التي كانت دولة تابعة للرومان آنذاك، مما سمح لابنته المنافسة برنيكي الرابعة المطالبة بعرشه. قتلت برنيكي الرابعة عام 55 قبل الميلاد، عندما عاد بطليموس الثاني عشر إلى مصر بمساعدة عسكرية رومانية. وبعد وفاة بطليموس الثاني عشر عام 51 قبل الميلاد، تولى الحكم بشكل مشترك كل من كليوباترا وشقيقها بطليموس الثالث عشر. ومع ذلك تدهورت علاقتهما، وتحول الخلاف بينهما إلى حرب أهلية مفتوحة في عام 48 قبل الميلاد. فر رجل الدولة الروماني بومبي إلى مصر بعد خسارة معركة فيرسالوس في اليونان ضد منافسه يوليوس قيصر في الحرب الأهلية التي خاضها قيصر. كان بومبي حليفاً سياسياً لبطليموس الثاني عشر، لكن بطليموس الثالث عشر وبناءً على مشورة من رجال بلاطه نصب كميناً لبومبي واغتاله قبل وصول قيصر واحتلال الإسكندرية. بعد مقتل بومبي بذل قيصر جهوداً للتوسط والمصالحة بين الأشقاء البطالمة المتنازعين، لكن بوثينوس رأى أن الشروط التي اقترحها قيصر للمصالحة كانت متحيزة لصالح كليوباترا، لذا أمر قواته بمحاصرة كليوباترا وقيصر في القصر. وبعد وقت قصير من فك الحصار عن طريق التعزيزات، قتل بطليموس الثالث عشر في معركة النيل، ونفيت أرسينوي الرابعة أخت كليوباترا غير الشقيقة إلى إفسس لدورها في تنفيذ الحصار. وفي أعقاب هذه الأحداث أعلن قيصر أن كليوباترا وشقيقها بطليموس الرابع عشر حاكمان مشتركان، ومع ذلك حافظ قيصر على علاقة خاصة مع كليوباترا، فأنجبت منه ابنها قيصريون بين عامي 46 و44 قبل الميلاد. سافرت كليوباترا إلى روما وأقامت في فيلا قيصر، وبعد اغتيال قيصر وتلاه بعد ذلك بوقت قصير مقتل بطليموس الرابع عشر، وذلك بناء على أوامرها. وفي عام 44 قبل الميلاد عينت كليوباترا ابنها قيصريون حاكما مشاركا باسم بطليموس الخامس عشر.
خلال حرب المحررين الأهلية في الفترة من عام 43 إلى عام 42 قبل الميلاد، انحازت كليوباترا إلى الحكومة الثلاثية الرومانية الثانية التي شكلها كل من أوكتافيان حفيد قيصر ووريثه ومارك أنتوني وماركوس أميليوس ليبيدوس. بعد لقائهما في طرسوس عام 41 قبل الميلاد، أقامت كليوباترا علاقة غرامية مع أنتوني الذي أعدم أرسينوي الرابعة بناء على طلبها، وأصبح يعتمد بشكل متزايد على كليوباترا للحصول على التمويل والمساعدات العسكرية أثناء غزواته للإمبراطورية البارثية ومملكة أرمينيا. خلال التبرعات الإسكندرية، أعلن أبناء كليوباترا ومارك أنتوني وهم الإسكندر هيليوس وكليوباترا سيليني الثانية وبطليموس فيلادلفوس حكاماً على مناطق مختلفة كانت تحت سلطة أنتوني الثلاثية سابقاً. أدى هذا الحدث إلى جانب زواج كليوباترا ومارك أنتوني وطلاق أنتوني من أوكتيفيا الصغرى شقيقة أوكتيفيان إلى اندلاع الحرب النهائية للجمهورية الرومانية. انخرط أوكتافيان في حرب دعائية، وأجبر حلفاء أنتوني في مجلس الشيوخ الروماني على الفرار من روما في عام 32 قبل الميلاد، وأعلن الحرب على كليوباترا بعد هزيمة أسطول أنتوني وكليوباترا البحري في معركة أكتيوم عام 31 قبل الميلاد. وقد غزت قوة أوكتافيان مصر عام 30 قبل الميلاد، مما أدى إلى هزيمة أنتوني وانتحاره لاحقا. كان الفراعنة من سلالة البطالمة يتوجون من قبل رئيس كهنة بتاح المصري في ممفيس، لكن مقر إقامتهم الفعلي هو في مدينة الإسكندرية اليونانية متعددة الثقافات والتي أسسها الإسكندر الأكبر المقدوني. وقد تحدث البطالمة باللغة اليونانية وحكموا مصر تماماً مثل الملوك اليونانيين الهنستيين، رافضين تعلم اللغة المصرية الأصلية. في المقابل أجادت كليوباترا التحدث بلغات متعددة بحلول سن الرشد، وكانت أول ملك بطلمي يتعلم اللغة المصرية. ذكر الفيلسوف والمؤرخ اليوناني بلوترخيس أن كليوباترا كانت تجيد التحدث بعدة لغات كاللغة المروية واللغة العبرية أو الآرامية، اللغة العربية واللغة السورية، وعلى الأرجح السريانية واللغة الميدية واللغة الفرثية وأيضا اللغة اللاتينية. على الرغم من أن معاصريها الرومان كانوا يفضلون التحدث معها باليونانية العامية المختلطة وهي لغتها الأصلية، وبصرف النظر عن اليونانية والمصرية واللاتينية. وقد عكست هذه اللغات رغبة كليوباترا في استعادة مناطق شمال إفريقيا وغرب آسيا التي كانت تنتمي يوما إلى المملكة البطلمية. كان التدخل الروماني في مصر سابقاً لعهد الملكة كليوباترا، فعندما توفي بطليموس التاسع خلفته ابنته برنيكي الثالثة، فرأى الحاكم الروماني الدكتاتور سولا عداءً متزايداً في البلاط الملكي لفكرة وجود ملكة واحدة حاكمة، فرتب لبرنيكي الثالثة تقاسم الحكم مع ابن عمها وربيبها بطليموس الحادي عشر والزواج منه، لينتهي حكم كليوباترا أقوى امرأة حكمت مصر وتميزت بدهائها، فهي امرأة محنكة في السياسة وبارعة في إدارة شؤون البلاد بالشكل المناسب وبالاعتماد على الإمكانيات المتاحة، فلم تدخر أي وسيلة أو طريقة للوصول إلى ما فيه المنفعة العامة. وفترة حكمها كانت البلاد في حالة ازدهار، حتى أنها في فترة الحرب لم تقم برفع الضرائب على الشعب، حتى أنها قادت أسطولاً بحرياً كي تدافع عن مصر ضد الرومان في معركة أكتيوم الشهيرة، لتنهي كليوباترا في النهاية حكمها بيدها حين علمت بخسارتها لأنطونيو بعد معركة أكتيوم، حيث انتحر بسبب هزيمته في المعركة، فقامت هي الأخرى بالانتحار بلدغة ثعبان حملتها ودفعته للدغها. وهذه هي القصة الأشهر عن وفاة كليوباترا. اختتمت كليوباترا حكم المرأة في مصر القديمة، كما أنها كانت آخر ملوك مصر أجمع في فترة قد عانت فيها مصر من تدخل الرومان ومحاولاتهم السيطرة على حكم مصر بشكل كامل، فتمكنت رغم كل المصاعب التي واجهتها طوال فترة حكمها التي استمرت لحوالي 20 عام أن تحفر اسمها في التاريخ وعلى جدران المعابد، وتكون هي نهاية حكم البطالمة في مصر.
وعلى مدار قرون طويلة كان للعديد من الملكات في مصر القديمة عظيم الأثر في إدارة البلاد، وربما لم يتم ذكر أسماء الكثير منهن، إلا أن الأقوى والأكثر شهرة هن نفرتيتي وحتشبسوت وكليوباترا ونفرتاري وأحمس نفرتاري. ولكن كل ما وصل إلينا لم يكن إلا جزء صغير من إنجازاتهن وأسرار حكمهن والفترات التي تواجدنا فيها، فهناك العديد من الأسرار التي تظهر كلما مر الوقت، وهناك ما تم محوه عمدا حتى لا يصل إلينا. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو الذي غصنا فيه في أعماق التاريخ، وعرفنا من خلاله قصصا لأعظم ملكات الدولة الفرعونية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.